الاهلي مع فريق فلان، بيطلع اسم نادي الزمالك مع فريق فلان، بيطلع اسم نادي المصري مع فريق فلان في الكونفدراليه، بيطلع اسم بيراميدز مع فريق فلان في الكونفدراليه برضو. قرعه. مش عارف بقى هل الناس فاهمه القرعه كويس ولا مش فاهمه القرعه كويس. فالحقيقه كلام كتير جدا وكلام غير منطقي وكلام بعيد جدا عن اي شيء. طب ايه؟ معلش، هو بيديني جنيه الفضه. معلش، فجنيه فضه اهو، القرعه هي دي. فاكرين القرعه بتاعت زمان؟ ده الجنيه الفضه اهو، جنيه فضه تتعمل لها القرعه، بيبقى في ملك وكتابه. زمان كان في ملك وكتابه، فبتعمل القرعه وبتشوف. دي كانت زمان. القرعه دلوقتي بوله وبوله وبوله، تلات اربع بولات وبتختار منه. هي دي كرة القدم، وهي دي القرعة على فكرة في كل العالم، في كل العالم. النادي الأهلي وقع معاه الترجي قرعة في دور الاثنين، عمرها ما بتحصل يعني، لكن لأن ده تصنيف وده تصنيف وده شيء وده شيء حاجة تانية. لكن أنا بتكلم حتى لو وقع مع النادي الأهلي، فريق قوي جدا، قرعة جابت الفرقة قوية جدا مع النادي الأهلي. ممكن القرعة تجيب فريق ضعيف، ممكن تجيب فريق متوسط، ممكن تجيب، دي قرعة في الآخر، دي قرعة يعني، وليست شيء آخر، وليست مؤامرة، وليست مؤامرة على أي حد ولا على أي شيء. أنا هنا بتكلم عن النادي الأهلي، ما بتكلمش على أندية أخرى. فالقرعة هي اللي بتمشي الموضوع، مش حاجة تانية. نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة بيعيش فيها ناس كتير، اوكي، برضه هم حريين. أنا مش هتكلم على حد، أنا بتكلم على النادي الأهلي. النادي الأهلي كسب فرق قوية خلال الفترة اللي فاتت. ده آخر حاجة هتكلم فيها في هذا الموضوع. مرة تانية، النادي الأهلي كسب فرق قوية وليست فرق ضعيفة. أنتوا شايفين الناس اللي بتقول هذا الكلام، أو البعض اللي بيقول هذا الكلام، شايفين إن حضراتكم فرق ضعيفة؟ انتوا حرين، احنا ملناش علاقه. احنا دايما بنستعد لكل الفرق بشكل يتناسب مع قوه الفريق اللي قدامنا وبشكل محترم. هو ده اللي احنا دايما بنعمله، وهو ده اللي احنا دايما متعودين عليه، وهو ده اللي احنا عارفينه طول عمرنا من 1907 وحتى الان. احترام المنافس شيء مهم جدا جدا جدا. ان انت تقول على نفسك ان انت فريق ضعيف، انت حر، دي حاجه بتاعتك مش بتاعتي وما تخصنيش.